مع الحدث. يسعد صباحكم مستمعينا ومع الحدث، وأيضا تغطية لحدث راح يكون بإذن الله اليوم هنا في مسقط بإذن الله. فريق نجاة التطوعي طبعا راح ينظم اليوم بإذن الله ورشة بعنوان التقديم أمام الجمهور. خلونا نتعرف مستمعين عن هذه الورشة وإيش راح يكون فيها، أيضا إيش راح يشمل تقديم في هذه الورشة. مع هيثم بن سعيد الإسماعيلي عضو اللجنة الإعلامية بفريق نجاة التطوعي. هيثم صباح الخير، حياك الله معانا. صباح النور أستاذة، حياك الله، شو أخبارك؟ الحمد لله طيب، كيف كنتوا؟ الحمد لله الله يسلمك. فيكم. حياك الله. هيثم، تعرف على هذه الورشة طبعا اللي جاءت بعنوان التقديم، ورشة التقديم أمام الجمهور. خلينا نشرح شوي للمستمع الكريم تفاصيل هذه الورشة. طيب، طبعا هذه الورشة ورشة تقديم أمام الجمهور راح تكون اليوم في كلية مسقط البوشر، راح تكون في تمام الساعة 7:30. نعم. طبعا هذه الورشة راح تديرها وتقدمها الإعلامية الأستاذة بثينة الجلوشي. نعم. الهدف من هذه الورشة، كانت أصلا مقتصرة على أعضاء اللجنة الإعلامية في الفريق، ولكن تم فتح المجال للجميع الأعضاء في الفريق والجميع المتابعين صفحات التواصل الاجتماعي للفريق سواء في الفيسبوك، تويتر، انستغرام. نعم. طبعا الهدف من هذه الورشة تنمية وتطوير مهارات أعضاء الفريق في التقديم والإلقاء، لأن الفريق أصلا محتاج إلى متحدثين ومقدمين سواء كان في الأمسيات أو في الفعاليات اللي يقيمها الفريق. نعم. طبعا حنعملنا هذه الورشة أيضا عشان نعلمهم خطوات الإعداد والتحضير في التقديم. نعم. لأن الواحد لازم يكون يحضر ويعد عشان ما يكون مستعد للتقديم، يكون متكاسل ما يعرف إيش الكلام اللي راح يقوله. نعم. طبعا بالإضافة هدف الثاني بناء ثقة النفس فيهم. عندنا الأعضاء الفريق لازم نخليهم عندهم ثقة في النفس يطلعوا أمام الجمهور. نعم. كيف تكون هذه الثقة قوية ويقدروا يستطيعوا أنهم يوقفوا أمام الجمهور بدون خوف. الهدف الأخير من هذه الورشة طريقة حركة الجسد في الإلقاء، لأن هناك طريقة أو ما تعرف بلغة الجسد، لأن هناك لغة جسد معينة ومناسبة خلال تقديم أمام الجمهور عشان يجذبوهم ويقنعوهم بالكلام اللي راح يقولون. نعم. طبعا نعم، هذه المحاور اللي راح تكون هيثم مقدمة إن شاء الله في هذه الورشة. ايوه، هذه هي المحاور. نعم. بالنسبه للاختيار، اختيار ورشه التقديم امام الجمهور، ليش بالتحديد اخترتوا هذه الورشه بالتحديد التقديم امام الجمهور؟ هل في هدف معين رسم عشان ايضا توصلتوا لهذه الورشه، ام انه في ايضا احتياج لكم كفريق لمثل هذه الورشات؟ نعم، نحن اصلا محتاجين للمتحدثين وإلى مقدمين، لأن نحن نقيم أكثر من فعاليات، مثلًا نقيم أمسيات، فنحتاج ناس تتحدث. أيضًا في نفس الوقت الفريق هدفه توعية الناس وتثقيفهم، تثقيف المجتمع، بالتالي يحتاج إلى ناس ممتازين في التقديم، ممتازين في الإقناع، فلازم نحن أصلًا نبنيهم، نمسك مثلًا أعضاء اللجنة الإعلامية في الفريق ونأهلهم على أساس يكونوا مؤهلين في التقديم. وفي إقناع هؤلاء الناس وتوعيتهم. نعم. بالنسبة للورشة طبعا راح تكون ساعتين، لكن أيضا هذه الساعتين مقسمة على ساعة نظري وساعة عملي. أتصور أنه هذا الشيء أيضا جميل، أيضا هيثم، أنه أيضا ما ركزتوا على الجانب النظري اللي إحنا دائما متعودين على الجانب النظري، أيضا الساعة الثانية راح تركزوا على الجانب العملي، وهذا أكيد هو الأهم لأيضا الحضور في هذه الورشة. صحيح، احنا ركزنا على الجانبين. اول بدايه نعطيهم الاساسيات المحاور اللي ذكرت لك اياها عشان يعرفوا ايش المحاور وكيف هي الطرق اللي نحن نستخدمها عشان نقدم. اما في الساعه النظر العملي راح يقيموا هم نفسهم، راح تكون الاستاذ موجود، استاذ بوتين بلوشي تقيمهم. نعم. بيطلع شخص مثلا يقرا خبر او يقدم اي شيء، خبر او حوار كذا، فتقيم الاستاذ بوتين وهو يقيم نفسه. نعم.
فراح تعطيه الأستاذة بعض النصائح بعض الأمور اللي هو يساعد نفسه بنفسه ويبني نفسه بنفسه في المرات القادمة. نعم، بالنسبة للمشاركين في الورشة للحين طبعا يسمعنا، هل في إمكانية أنه يحضر أم أنه فقط مقتصر على أعضاء هذا الفريق فريق نجاة؟ طبعا مثل ما خبرتك في البداية كانت مقتصرة للأعضاء، بس حاليا مفتوح للجميع. نعم يعني هي الحمد لله حاليا وصل ما يقارب 45 شخص موجودين حاليا معنا ما شاء الله. طبعا هو ضروري أنه الشخص أيضا يسجل عشان يحضر للورشة هيثم؟ هو أيوة كذا، يعني هم يعني أما عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر أو عن طريق رقم رئيس اللجنة الإعلامية فارس الفارسي. نعم، هل في إمكانية أنه من بعد أو من خلال هذه الورشة أنه في أشخاص طبعا راح ينقلوا كل التفاصيل عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ نعم، في أشخاص راح ينقلوا، راح يكونوا متابعين في صفحات التواصل الاجتماعي ويعطوكم أول بأول المحاور اللي راح تكلموا عنها في هذه الورشة. نعم، إذا ما تكلمنا شوي عن فريق نجاة التطوع، أيضا كثير من الفرق طبعا التطوعية هيثم من ضمنها أيضا فريقكم فريق نجاة، هل فريق نجاة مقتصر فقط على الطلاب أم أن أيضا عندكم ناس آخرين من خارج الكليات أو الجامعات المختلفة؟ ظاهرا طبعا فقدنا الاتصال بهيثم. عموما شكرا هيثم على توضيح كل الأمور عن هذه الورشة. عموما احنا أخذنا التفاصيل من هيثم بن سعيد الإسماعيلي عضو اللجنة الإعلامية بفريق نجاة التطوعي ونشكرك أكيد هيثم على وجودك معنا. ومستمعينا طبعا أذكركم بهذه الورشة، ورشة تقديم أمام الجمهور، راح تكون اليوم إن شاء الله الساعة 7:30 بإذن الله في كلية مسقط، بالتحديد في واحدة من هذه القاعات راح يذكرها هيثم بعد شوي. هيثم صباح الخير مرة ثانية. صباح النور. حياك الله. كنا نتكلم عن مسألة طبعا فريق نجاة التطوعي والفرقة أيضا التطوعية. هيثم، هل الفريق مقتصر على طلاب أم أنه عندكم طبعا أيضا ناس خبراء مختصين مثلا من أماكن مختلفة؟ لا طبعا الفريق غير مقتصر على الطلاب فقط، وإنما الفريق فيه شباب وشابات وفيه خبراء، لأن الفريق يختص بأخبار الطقس والسلامة في المخاطر وفي الطقس، يعني في سلامة في الأشخاص في الأجواء الخطرة. نعم، طبعا الفريق يتكون عندنا من خبراء، يعني رئيس الفريق الأستاذ جهاد البسعيدي، نائب رئيس الفريق الأستاذ عبدالله الخضوري. نعم، وهو أخصائي إرصاد جوي. نعم، صحيح، في الهيئة العامة للإرصاد الجوي. نعم، طبعا في طلاب، في أشخاص موظفين، طبعا غير مقتصر على الطلاب فقط. جميل. طبعا وجود الطلاب أيضا مع المختصين والخبراء في هذا الفريق يعطيكم أيضا نوع من الخبرة أكيد، وجود هذا أيضا الورش أيضا تعطيكم نوع من الخبرة وتسقل أيضا مهاراتكم في الجوانب المختلفة. هيثم، خلينا نذكر اليوم طبعا في كلية مسقط، في أي قاعة راح تكون المحاضرة أو الورشة؟ راح تكون كلية مسقط قاعة CF04. نعم، إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق بإذن الله في هذه الورشة. في مشاريع قادمة هيثم للفريق خلال الفترة الصيفية؟ نعم، في عندنا أعمال ثانية راح تكون، هذه مش مقتصر على هالورشة فقط، راح تكون عندنا ورشات التصوير والتصميم، ورشات في كيفية عمل حملات إعلامية للمجتمع والطرق المناسبة في التعامل مع المجتمع. وراح بعد رمضان راح تكون عندنا عملين قادمين، مثل مبادرة نجاة من أجل المجتمع 2 واللي راح تكون في ولاية صور، ومن بعدها مباشرة راح تكون عندنا مسيرة طوق نجاة تطوعي حياة، وراح تكون في ولاية عبر إن شاء الله. نعم، إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا على وجودك معنا هيثم بن سعيد الإسماعيلي عضو اللجنة الإعلامية بفريق نجاة التطوعي، وكان حديثنا مستمعينا عن هذه الورشة اللي راح تكون يوم التقديم أمام الجمهور، راح تكون إن شاء الله 7:30 في كلية مسقط. شكرا لك هيثم. العفو أستاذ. حياك الله، نتواصل معاكم مستمعينا، وصباحكم إن شاء الله دائما مميز بإذن الله.